دلوقتي نروح مع حضراتكم للتجربه المهمه جدا اللي قدمتها مصر في مكافحه وعلاج الادمان. التجربه دي اشاد بيها عدد كبير من المنظمات الدوليه، وكمان استعانت بيها بعض الدول، خاصه انه الحملات اللي بتقوم بيها او بيقوم بيها صندوق مكافحه الادمان زودت نسبه الناس اللي تقدموا للعلاج ووصلت ل 400%. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نجح في توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجاناً وفي سرية تامة وفقاً للمعايير الدولية، وذلك من خلال زيادة عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق وتفعيل خدمات الخط الساخن. ومؤخراً تم افتتاح 3 مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان في محافظات مطروح والبحر الأحمر وبورسعيد، تضاهي المراكز العالمية. وقدمت هذه المراكز الخدمات العلاجية ل 143 ألف مريض على مستوى الجمهورية وفي سرية تامة خلال عام 2021، بجانب إطلاق مبادرة لتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات لدعم مشروعاتهم ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع. واستعانت العديد من الدول بتجربة الصندوق في علاج مرضى الإدمان وكذلك برامج التوعية بأضرار المخدرات، حيث نجح الصندوق في تخفيض نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 1.1% بعدما كانت 12% عام 2015، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من برامج التوعية لطلاب المدارس والجامعات حول أضرار المخدرات والاستعانة بالشخصيات المؤثرة في توعية الشباب، ومنها حملة أنت أقوى من المخدرات التي قدمها اللاعب العالمي محمد صلاح. ونجحت الحملة في الدفع بزيادة عدد المقبلين على اتصالات الخط الساخن لتلقي العلاج إلى 400%.